متى قلت رب الدنيا واحد نعبده عمدا سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا غالي. فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها. رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الصادق الأمين رسول الرحمة والمحبة إلى العالمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في سيرتنا العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكر رجل مؤمن لكنه تخلف عن الخروج لملاقاة الروم تكاسلا. نعم يا إمام، إنه كعب بن مالك تخلف عن الجمع من دون عذر، ومعه مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، فكان ندمهم شديدا. قم يا كعب والحق براكب رسول الله، لقد استعد الجيش للخروج. وهل لمثل كعب بن مالك أن يغيب عن رسول الله؟ لا تقلقي، ما زال أمامنا وقت كثير، وسأتجهز للحاق بهم وسأقدر على ذلك بإذن الله. والله ما رأيتك متكاسلا مثلما رأيتك اليوم يا كعب. ما زال أمامي وقت كاف، سأتجهز بعد يوم أو يومين ثم أنطلق كالسهم وألحق بهم. ماذا تفعل يا كعب؟ أجهز نفسي للحاق بجيش المسلمين. أنت تعلم يا كعب أن الوقت قد فات ولن تلحق بهم أبدا.
لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك حتى بلغ تبوك، فسأل: أين كعب بن مالك؟ يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه معجبا بنفسه مختالا. بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد. تيقن كعب بن مالك أنه لن يلحق برسول الله، فأصابه الحزن والهم، حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل سفر يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس مع المسلمين. بدأ المتخلفون عن الخروج في سبيل الله في المثول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلقون الأعذار واحد تلو الآخر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم رغم علمه بأنهم كاذبون منافقون. يا رسول الله، إن الحر لشديد ولم أعد أتحمل حرارة الشمس، فخشيت أن تكون هذه تهلكة، وقد نهانا الله عن ذلك. يا رسول الله، إن الفقر قد ضربني وأولادي، وإن خرجت قبل أن ينضج الثمر جاع الأبناء. قبل محمد أعذارنا واستغفر لنا أيضا. وقد رحمنا من مشقة السفر وبعد المسافة في هذا الوقت الذي لا تغيب عنه الشمس أبدا. كان يريدنا أن نحارب الروم، والله لو خرجت معهم لمت قبل أن نصل. كيف نخرج من المدينة في هذا الحر الشديد؟ والله يا كعب، إني لأعلم شدة ندمك على تقاعسك عن الخروج في سبيل الله، وإن الله غفور رحيم. اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، وأنت تعلم مدى رحمة رسول الله. ماذا أقول لرسول الله؟ ماذا أقول ولم يكن لي عذر؟ فوالله ما كنت أيسر حالا من ذلك الوقت، وما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلتين إلا يومها، ولم يمنعني إلا استثقال المسافة في الحر الشديد لملاقاة عدو كبير. كيف أتجنب سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أخرج مما أنا فيه؟ نعم، أقول له إنني كنت مريضا، أو أن زوجتي، لا والله ما أكذب على رسول الله أبدا، والله لن أنجو إلا بصدقي. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المعاتب، ثم قال في لين وعطف: ما خلفك يا كعب؟ ها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 ه
إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطاني الله القدرة على ذلك في الجدال، لكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليسخطنك الله علي. يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير له أن يكمل حديثه. والله يا رسول الله ما كان لي عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. والله ما علمناك قد أذنبت ذنبا قبل هذا، لماذا لم تعتذر لرسول الله بعذر يبعد عنك سخطه وتكسب رضاه بعد أن يستغفر لك؟ نعم، كان يكفيك استغفار رسول الله لك. ولكن هل فعل مثلي أحد ولم يقدم عذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، رجلان قال مثل ما قلت، وقد قال لهما رسول الله مثل ما قال لك. من هما؟ مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قال مثل ما قلت. والله إن الرجلين لصالحين، وقد شهدا بدرا وهما قدوتي، ولن أكذب على رسول الله. بارك الله فيك. يا حبيبي يا رسول الله، نموذج في التربية ودرس جديد من دروس السيرة النبوية، حيث نجده يعامل المنافقين باللين والصفح، ويأخذهم بظاهرهم وهو يعلم مخبرهم جيدا. أما المسلمون الصادقون فقد شد عليهم وترك أمرهم لله ليطهرهم من ذنبهم، وهو شرف وتكريم لا يستحقه المنافقون. نعم يا إمام، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين جميعا عن الكلام مع الثلاثة الذين صدقوا رسول الله ولم يكذبوا أو ينافقوا، فاجتنبهم الناس. وكان كعب بن مالك يخرج من بيته فيتجنبه الناس ويتحاشوه، ولم يكن أحد يرد عليه تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أخي. وماذا بعد يا كعب؟ يزداد همك كل يوم عن الذي قبله. لقد أمر رسول الله أن يمتنع الناس عني وعن مرارة وهلال، فلا يردون ولا يتكلمون معنا. والله إني أولى بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهبي إلى بيت أهلك، فوالله طاعتك لأمر رسول الله لهو أعظم وأجل من طاعتي. حتى زوجة كعب اجتنبت وامتنعت عن الحديث إليه تنفيذا لأمر رسول الله. لم تكن هذه قسوة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يريد بهم الخير الذي لم يفعله مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار.
جميلة من موج الحياة للي يضل وقلبه ده سنة وكتاب معينة يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينة وصلت رسالتك يا نبي يا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين